بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم، خاصة إخوتنا وأحبتنا في الغربة في أوروبا وفي شمال أمريكا وفي كندا. في هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفق إلى أني ألعب دور، خلينا نقول نعطي نوع من القيمة المضافة اللي بتجعلنا بإذن الله نستمتع أكثر ونشعر بروحانيات أكثر برمضان. سببها بين قوسين لما نفهم أكثر بالعمق الحكمة من رمضان وما هو رمضان. يا ترى كيف ممكن نفهم حقيقة رمضان بعمق؟ أولا دعونا نتعرف على رمضان كما أعلمنا الله سبحانه وتعالى بأهمية هذا الشهر. أعظم آية بالنسبة لي أنا بتوضح لي هذا المفهوم باختصار حينما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ضع خط أحمر الآن، لعلكم تتقون. فلما نفهم صح نستمتع صح ويصير في عنا قوة في المتعة، مش متعة عادية عابرة بتروح. لذلك قوة استمتاعنا برمضان ستأتي بعد أن نفهم الهدف الأساسي اللي هو ربنا قال لعلكم تتقون. فخلنا نعتبر الرسالة الأولى وتصحيح المفهوم الأول، رمضان ليس الهدف منه الأول والرئيسي أو الأوحد فقط هو الإحساس مع الفقراء والمساكين. واحد بيقول لي لا يا شيخ، يعني بدكش أنا نحس؟ بقول له لا، استنى شوي، في إشي أرقى من ذلك وهم من ذلك، وهذا بيكون فرعي بالنسبة له. وليس الهدف منه فقط أن نتدرب على الجوع والعطش، برضو هذا فهم قد يكون خاطئا وبسيطا. إيش الهدف؟ ربنا قال لعلكم تتقون. الهدف الرمضان هو دورة تدريبية، بدربني كيف أتقي، هنا الهدف الرئيسي. إذا وصلت لمرحلة التقوى، طبعا تعريف التقوى هذا لوحده بده حلقات، لكن من التعريفات طبعا التعريف البسيط جدا جدا أن تتقي محارم الله، أن تتقي غضب الله، أن تتقي كل شيء لا يريده الله. تتقي بمعنى تحذر، تتجنب، تبتعد، هنا الهدف من رمضان. فرمضان هو أحد العبادات اللي بتدربني على إشي أكبر، فهي وسيلة وليست هدفا. دير بالك، الجوع والعطش والامتناع عن الطعام والشراب ليس هدفا بذاته، وإنما هو وسيلة تدريبية للوصول للهدف. الهدف إيش هو؟ تقوى الله، لأن ربنا قال لعلكم تتقون. طبعا نلاحظ لما القرآن يقول لعلكم تتقون لا يعني أن كل واحد منا مجرد ما صام بطريقة أوتوماتيكية مضمون أنه يحصل على التقوى، لا، هي عبارة عن حزمة من المعاني. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية في روعة فهمنا لحقيقة رمضان أنه رمضان، خلونا نتخيله، عبارة عن محطة تزود سنوية تكاد تشبه تقريبا للصورة محطة الوقود، يعني ولله المثل الأعلى. الله خلقنا نعيش في هذه الدنيا حتى يقضي الله أمرا وينهي حياتنا. خلال هذه المرحلة نحن سائرون، نمشي كما يمشي أحدنا على ما يسمى الهاي ويز أو الطرق السريعة. في الطريق السريعة عندك حد معين، ممكن خزان سيارتك عدم المؤاخذة يعني يحتمل أنك تمشي 400-500، خليها 1000. بالأخير يجب أن تتوقف وتعبئ الوقود، فيش سيارة تمشي بدون وقود، سواء مشيت 100 كيلو ولا 1000 كيلو، بالأخير بدك توقف. فرمضان بالنسبة لنا هو محطة وقود تزود، لكن هي محطة خاصة مش محطة عادية، يعني كتير سبيشال ميزاتها. لذلك أنا من هذه المفاهيم صنعت أو شكلت أو صغت تعريفا خاصا لرمضان، وأعتبره تعريف الشخصي، يعني لا ألزم أحدا به، لكن الهدف منه هو تسهيل وتبسيط المعلومة. أنا أعرف رمضان ب دورة إنقاذ إلهية إجبارية سنوية. لاحظ بعيد، دورة إنقاذ إلهية إجبارية سنوية يتخرج منها أحدنا بشهادة كتب عليها قد عرفت فالزم. بعيد التعريف، لأن التعريف ممكن يغير حياتك أخي الكريم أختي الكريمة. دورة إنقاذ إلهية إجبارية سنوية نتخرج منها بشهادة مطبوع عليها قد عرفت، قد تذوقت، قد أدركت، فالزم أو فالتزم الآن. لاحظوا، هي دورة بمعنى يعني سنوية تحصل مرة في السنة، فعندنا 30 يوم تقريبا من 365 يوم. هي واحد. اثنين، هي دورة انقاذ. ليش انقاذ؟ لانه عندها 11 شهر ups and downs، صعود وهبوط،
بتبتعد، بتخفف، بتقصر، بتخطئ، ترتكب آثاما معينة سرية علنية بينك وبين الله، بينك وبين إخوتك، أحبتك، الناس، ظلم، تقصير، الله أعلم، كل له حساب عند الله سبحانه وتعالى بأشياء معينة قصر فيها. فيأتي رمضان، شهر رمضان، دورة إنقاذ، لاحظ، سنوية، لكن هذه الدورة هي إجبارية. طب ليش إجبارية؟ لأنه ظاهرها غير محبب للنفس، ولو ترك الأمر لنا ربما لما صام أحد منا، وفيها سر عظيم جدا. لذلك ما بينفع أنه نأخذ منها العلم والخلاصة إلا لنلزم عليها. فبالتالي الله سبحانه وتعالى لعلمه بحكمته أن الفائدة لن تتحصل إلا بالإلزام ألزمنا فيها. يكاد يشبهها من زاوية كيف أن الطبيب يلزم الطفل، والأبوان يلزمان الطفل على الدواء، بيأخذ الدواء، فبالتالي هو أكيد ظاهر الموضوع بالنسبة له الدواء غير زاكي، طعمه غير زاكي، ريحته غير زاكية، وكل توقيته كله من رأسه الأساس ومش عاجبه، لكن الفائدة العظيمة تتأتى بعد أن يشفى من الدواء. فرمضان هي دورة إنقاذ تنقذنا من الوحل اللي عم نسقط فيه، برجع بدربني مرة أخرى على مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى. دورة إنقاذ إلهية، قلنا الله هو الذي قررها، مش البشر ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، إجبارية مش متروكة لخيارنا، سنوية نتخرج منها، لاحظ، بشهادة عليها قد عرفت فالزم، أو قد تذوقت فالزم. كيف يعني؟ هذا ما سنوضحه إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة، فكونوا معنا وحياكم الله.